فادي هو اللي عم يدافع على علي كرعاش فادي كبير بول هاي لاف ذا جيم فادي فادي يا فريق المفتح بده يحاول يفرض مباراة رابعة هاي لاف ذا جيم بانسر هون بوصفه هاي لاف ذا جيم مش معقول قد ايه حلوة لكن الوصفة ما تنجح فيشر تحت السلة بتعرض للبلانشر من اللاعب الدبل الدبل تحت السلة تايرون نيلسون ريبالدي ساتيت ما بينجح بالمحاوله وشال تيمت بيعمل الدبل دبل ودي وريك سبانسر لا 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 مش معقول دي وريك سبانسر هو تسدد ما بينجح هاي بالمحاوله كمان اوفنسيف ريباوند كمان اوفنسيف ريباوند وشال تيمت ودي وريك سبانسر بيضرب من بعيد وريك سبانسر من حمد الضيوة فريق باتي بيعمل ستيل وبيتابع شال تيمت وبيسجل عم يكون موجود بستيل ريبال بمرر تحت السلة شال تابت بتابع كمان بفينجر تيب شال تابت وبيسجل نقطة ال 13 بيسجل شار تيبت بيسجل العمور العمور بيحتاج البيسلاين بيروح تحت السلة ببرد لشار تيبت والتيبت عم يتمكن انه يسجل طيب مين بيوصل الاول يعني ممكن رايحين لرقم كبير كمان بالدفاع حتى اذا كمل بهذا الشكل واند ون للاعب شار تيبت تشارلز شار تيبت كمان بينجح تشارلز اول يعني ممكن رايحين لرقم كبير كمان بالدفاع حتى اذا كمل بهذا الشكل وان ون للاعب شارل تيدي بانسر ببرر لشارل تيدي تحت السله ما في شيء لشارل تيدي لقطه تصريف المراره بوقت تمريره ممتازه على طول من السنتر شارل ثابت بيبرم على الموجة وبالتشكيل يقدر يعمل دفاع فريق المتحد بوقت شارل ثابت فيك ذكية تحت السلة تصور هيدا الشيء عم نفكر فيه سبنسر بيعمل باس ولا أجمل وشارل ثابت كمان هون التمريرة عم توصل لشارل ثابت لكن فاول لصالح اختار تحت السلة شارل ثابت عم ينجح من أول بسجل الثاني مع الفاول شارل ثابت بيلعب على باسل باول وبسجل الشارل وبين الحكمة وهو مانجمنت شارل ثابت بسجل الثابت بانسر
يخترق ببرر تحت السلة لبشار ثابت وثابت عم يخلق منطقة بشير عموري لشار ثابت تحت السلة ممتازة هالفينش أربع نقط لثابت السلة بوصلوا على ثابت معقول مش معقول لعم ينزل ثابت ثابت على لوبوس بجرب يلعب على باس البوجي ثابت بيبرم بسجل نقطة العشرة شار كمان شار ثابت بيلعب على السلة فريق وشار ثابت كمان شار ثابت تحت السلة شار ثابت عم ينجح بتسجيل نقطة 16 بيعمل اوفنسيف ريباوند وشار ثابت باسكت الا شار ثابت ممتاز شار مش حيلا لاعب كيف بتسجل كيف لاعب بعمر علي مزهر عم يقدر يعمل هيك شار ثابت برضو بسجل نقطة 16 عم يقدر من هيك الكورتر الثالث وبعد كن ما كنا وصلنا للعشر نقط وشار ثابت من المسافة المتوسطة بيبرم بسجل داري باتي بيخترق بمرر ذكي كتير تحت السلة شار ثابت كمان عم ينجح ممكن يغير بأرض الملعب ذكي كتير داري باتي بوصلوا يلا شار ثابت ذكي كتير فاري باتي تمريرة تحت السلة لشار ثابت وهيدا الأسيست رقم اثنين بتصور ممكن تشوف تريبل دبل وهيدي تمريرة هاد سبانسر بمرر لشار ثابت تحت السلة باسكت إلا ثابت يخترق سبانسر بمرر لشار شار ثابت عم بيسجل نقطة 18 شار ثابت شار بسجل ثابت ولدي اوت اوف الجيم فاري فاتي يخترق فاتي وصل على ثابت تحت السلة ثابت بسجل نقطة 18 تمريرة ذكية من العموري وثابت بسجل العموري حلوة كتير التمريرة حلوة كتير الاسيست من العموري فاري فاتي وصلوا يا ذكية التمريرة ذكية في كنترول ثابت وثابت ممتاز اليوم شار ثابت فاري فاتي التمريرة بتوصل لشار ثابت وثابت بسجل نقطة للمرعبي المرعبي كمان بمرر لشار ثابت وثابت عم بسجل بانسر هون بوصل اي لاف ذيس جيم مش معقول طلع عامل رح قلكم